مرحبا حبيبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم المهلبية التركية بطريقة كتير كتير طيبة ورائعة وكريمي، وان شاء الله بتنال اعجابكم. هيدا الشكل شايفين؟ لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط ملعقة طعام نشا، طحين، ربع كوب سكر، نص ملعقة صغيرة فانيلا، 500 ملي حليب. انا عم بعمل كمية كتير صغيرة، انتو اذا بتحبوا ضعفوا الكمية، اذا بتحبوا كمية اكتر يعني ضعفوا الكمية. بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد الخليط بهيدا الشكل هلا اضيف ملعقة صغيرة زبدة. حركن منيح مع بعض لتذوب عنا الزبدة. بس ذابت الزبدة بطفي الغاز. حط الخليط بقلب الجاط. كمان بضيف على الخليط كريمة. هلا انتو اذا دوبلتوا المقادير شو بتعملوا؟ بتحطوا بس ظرف كريمة. انا زدت الكريمة هوني، ما في مشكلة. كمان بخفقن مع بعض. هلا بنخفقن على سرعة خفيفة. خفقناهم شي بسيط، بس خفقتن. هلا بحطن بكاسات. هلا بحطهم بالبراد اقل شي نص ساعه، بس جمدوا منيح. هلا بدنا نزينهم. راح ازينهم بالجوز. كمان كرز مجفف. واذا حبينا شي خفيف من الفستق الحلبي. هيدي المهلبية التركية اللي عملتها أنا وياكم، بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.